الحمد لله دخلت الخلاص مباركة من سعودة ومدام والحمد لله كان مزيان الدراري كاملين جاو داروا بواحد المقابلة في العرس مقابلة كبيرة تهليت فيهم مزيان قصاو مزيان عاشوا الحياة دخلوا للتيران عطاو لهذوك ربعة الجوج ومشاو بحالهم فرحانين الحمد لله كان واحد العمل كبير من ديال العام تنبغي نشكر جميع اللاعبين اللي كانوا قد المسؤولية كانوا قد المستوى داروا واحد المقابلات كبيرة تنبغي نشكرهم من هذه المباراة تنبغي نشكر جميع الجماهير الفتحية اللي جات سندت اليوم كنا عرفنا ان المقابله غادي تكون صعيبه ولكن الحمد لله الدراري داروا واحد المقابله كبيره وتنبغي نشكر جميع اللاعبين وتنبغي نشكر الجمهور وتنوعدهم ان شاء الله اننا غادي نمشيو كاس الاتحاد الافريقي وغادي نحققوا اللقب ونديو كاس العرش ونديو الثلاثيه و و و, 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 و